اعتقلت الشرطة الأندونيسية في إقليم جاوا وسط البلاد رجلا زعم أنه ملك العالم، ووجهت إليه اتهامات بالاحتيال على المئات من أتباعه. وادعى توتو سانتوسو أنه تلقى وحيا من أسلافه في مملكة ماترام القديمة، وذلك لقيادة المملكة العالمية العظمى. وقال قائد شرطة جاوا الوسطى ريكو دانيل إن الرجل استقطب حتى الآن أكثر من 450 من أتباعه، ودفع بعضهم نحو 8,000 دولار بعد أن وعدهم بمناصب في مملكته ورواتب شهرية مجزية بالدولار.